النهاردة الجمعة، خبر انتشر بسرعة جدا من امبارح، افتتاح مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، المسجد القديم بعد تطويره. وحضراتكم أكيد كل مصري عارف مكانة ومقدار السيدة نفيسة عند المصريين. كان في سؤال دايما كده بينطرح بين الناس، اللي يشتكي من هم أو يشتكي من ضيق أو من أي حاجة، يعني المحبين والمريدين يقولوا له إيه بقى؟ يقولوا له روح صلي ركعتين في رحاب السيدة نفيسة. السيدة نفيسة ارتباطها بالمصريين ارتباط عجيب وغريب وكل حب ومودة من ساعة ما جت مصر سنة 193 هجرية، وفضلت في مصر لحد وفاتها في سنة 208 هجرية. وطبعا أكيد حضراتكم سمعتوا عن قصة وفاتها ودفنها في مصر. المهم أن النهاردة كانت أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره وافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه يوم الثلاث الماضي. في صلاة الجمعة طبعا كان بيقرأ القرآن فيها القارئ، اللي هو برضو مرتبط بالمناسبات العظيمة، دكتور القارئ أحمد نعينع. افتتاح مسجد السيدة نفيسة جاء بعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، وافتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومسجد الظاهر بيبرس، والحاكم بأمر الله، والسيدة فاطمة النبوية رضي الله عنهم جميعا. الافتتاحات دي كلها بتؤكد شيء واحد، بتؤكد خطة الدولة واهتمامها في مسألة عمارة بيوت الله، واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة. مصر من الدول أو الدولة الوحيدة اللي بتحتضن جثامين أولياء الله الصالحين وآل البيت. احنا عندنا في مصر طريق اسمه طريق آل البيت، بيبدأ بمشهد زين العابدين مرورا بالسيدة نفيسة انتهاء بالسيدة زينب بنت علي. ومن المتوقع أو مخطط ليه كمان أن شارع الأشراف هيكون بمثابة متحف حضاري مفتوح على غرار شارع المعز. افتتاح المسجد وتاريخه وتطوير اللي حصل فيه وفي المنطقة المحيطة وصلة أهل البيت بمصر وصلتهم بيها، خلونا نقول أن يعني أهل مكة أدرى بشعبها. علشان كده هنعرف كل التفاصيل دي من الكاتب والمؤرخ رحاب الدين الهواري اللي معانا على الهواء دلوقتي. دكتور رحاب، برحب بحضرتك معانا في التاسعة. أهلا بسيادتك يا فندم. ازي حضرتك يا يوسف؟ عامل ايه؟ أنا مع سيادتك يا فندم. دكتور رحاب، في دوشة عند حضرتك شوية في الشارع. معلش. طيب. مع حضرتك، النهاردة سامع حضرتك كده كويس. النهاردة كان أول جمعة في مسجد ستنا نفيسة، نفيسة العلوم، بعد تطويره من قبل الدولة وفي إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مساجد آل البيت. عايزين نتكلم عن السيدة نفيسة وتاريخها وجودها في مصر وارتباط المصريين بيها تاريخيا، ومسألة التطوير في حد ذاته إيه الدلائل بتاعتها. لو اتكلمنا حضرتك عن السيدة نفيسة كواحدة من أبرز السيدات في التاريخ الإسلامي وأكثرهم تأثير يمكن في قلوب المسلمين بشكل عام والمصريين بشكل خاص، حتى إن على الضريح بتاعها حضرتك هتلاقي موجود هي عرش الحقائق ومهبط الأسرار، قبر النفيسة بنت ذي الأنوار. ذي الأنوار هنا إذا تحدثنا عن نسب السيدة نفيسة لأمها وأبيها من نسل الحسن ابن الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه، زوجها من نسل الحسين رضي الله عنه. إذن هي كابرا عن كابر من أصل بيت النبوة. تربت في مكة، وعندما انتقلت إلى المدينة درست الحديث والفقه من علماء الحديث والفقه في المدينة المنورة، ولقبت بنفيسة العلم وهي في المدينة قبل أن تأتي إلى مصر. يعني أخذت لقب نفيسة العلم حتى قبل أن تأتي إلى مصر، وربما هذا ساعدها أيضا أن تكون عالمة في الفقه والحديث. وبعد وهي في سن 48 جابت أسرتها وزوجها وأبنائها ودخلت مصر. لما أهل مصر عرفوا بقدومها وكانت سمعتها تبقى كل الأمصار وفي كل البلاد العربية اللي بيمر عليها الحجاج، فطبعا ذهبوا لاستقبالها في العريش. يعني أهل مصر راحوا العريش استقبلوها من أول لحظة دخلت فيها المحروسة، بدأوا تقريبا يحيطوها ويحيطوا منزلها بشكل دائم، حتى أنها حست أنها غير قادرة على العبادة،
يعني بدأت تشتكي من أن لا لديها ليس لديها وقت للعبادة. خرجت عليهم وبدأت تقول لهم كنت قد اعتزمت المقام عندكم، أنا كنت مكررة أقيم في مصر، غير أن امرأة ضعيفة وقد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أوراضي وجمع زاد معادي، وزاد حنيني إلى روضة جد المصطفى عليه الصلاة والسلام. الناس في مصر شعروا بنوع من القلق الشديد وكأن أمهم ترغب في المغادرة فمنعوها ورفضوا الرحيل، حتى ان والي مصر في الوقت ده كان اسمه عبد الله بن السري ابن الحكم. اخذوه معاهم لحد بيتها وقال لها يا ابنة رسول الله انا كفيل بازالة ما تشكين منه، قولي لي ايه اللي مزعلك وانا هزيل اي شكوى. فطبعا لما عرف انها نفسها تتفرغ للعبادة قرر ان يأتيها اهل مصر يومي السبت والاربعاء من كل اسبوع فقط على ان تتفرغ باقي ايامها للعبادة. خصص ليها بيت في منطقة كانت اسمها ضرب السباع اللي هي موجودة فيها حاليا الحالي بجوار بجوار مسجدها. صحيح. فطبعا اهل مصر لهم من يومي السبت والاربعاء، فبدأ التوافد عليها يومي السبت والاربعاء فقط حتى تتفرغ للعبادة رضي الله عنها. تعلق المصريين، طب مسألة تجسيد العلاقة اللي ما بين المصريين والسيدة نفيسة اللي هي العلاقة الخاصة دي تم تجسيدها قبل كده في الدراما، وحضرتك يعني مؤرخ واكيد عندك معلومات عن موضوع ان هو لما السيدة نفيسة تحديدا لها كان لها علاقة خاصة بالمصريين. السيدة نفيسة عرفت بالزهد وحسن العبادة. نعم. فبيروى انها كان يعني زينب بنت اخوها يحيى المتوج بتقول عنها انها كانت تمضي بالمدينة اكثر وقتها في المسجد، ما كانتش بتغادر المسجد النبوي. مظبوط. وانتشرت الاقاويل في الفترة دي بعد ما اخذت البيت اللي هو بتاع دار السباع، قيل انها حفرت قبرها بيديها وهي في هذا البيت، حفرت قبر وبدأت تنزل تصلي فيه وكأنها تريد أن تهذب نفسها، وهي ابنة من؟ السيدة نفيسة تريد أن تهذب نفسها، فحفرت القبر بيديها وقرأت فيه القرآن وختمت فيه القرآن فوق 100 مرة كما ورد في السير والتاريخ وتحديدا في المقريزي. الدكتور رحاب الدين الهواري الكاتب والمؤرخ، شكرا جزيلا لوجودك معنا للتعليق على افتتاح مسجد السيدة نفيسة والمسجد القديم والمقام بعد تطويره، ودي فرصة لكل المصريين اللي هم صلوا النهاردة الجمعة ومريدين ومحبي السيدة نفيسة للتبرك بها وطلب الدعاء المستجاب كما هو معروف عنها. السيدة نفيسة نفيسة العلوم، يعني من أحد المعلومات المهمة جدا عنها إن هي تلقت العلم على إيد الإمام مالك، ويمكن الإمام الشافعي أخذ منها بعض الفتاوى وكان بيطلب منها الدعاء، ونطلب في رحاب السيرة الجميلة دي نطلب المدد من ربنا سبحانه وتعالى وبركات ستنا نفيسة نفيسة العلوم حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.